انا تاجر في السويقه، شارع السويقه، مدينه قديمه، وحنا كنديروا هادشي ديال الصناعه التقليديه ديال النساء وديال الدراري الصغار وديال الرجال. والله ما نهضر على الدين، الحمد لله، اللهم لك الحمد، بنادم خدام ومدبب الحمل تيحن الله سبحانه وتعالى. وهذا الوقت هذه دابا مولفين، حنا كنخدموا في هاد العواشر، ولكن هذا العام شويه ناقصه الامور، ماشي كيما مولفه. مولف كتخدم شي شويه مع الرجال مع الدراري الصغار. دابا الكليان كيجي يبغي جلابه مثلا هي 150 درهم ديال الدراري الصغار ديال البنات، كتقول له 150 درهم يقول لك بزاف عليا، وهي دايره 120 130 درهم جمله. منين كتشوف القدره الشرائيه ديال بنادم كلشي مزير، حتى واحد زعما ما بغى، حتى اي واحد راه باغي يلبس وليداتو الحاجه المزيانه، ولكن ملي كتكون الامور مزيره شي شويه، لان الغلاء ديال المعيشه بزاف، واش الامور بنادم كيصرف واحد 200 درهم ولا 250 درهم باش غيشيط باش غادي يوصل دابا لخرج الشهر، ولخرج الشهر وخاصو يخلص لوليداتو ويخلص لهم المدرسه ويخلص لهم كلشي. ملي كتشوف هكا الوضعيه كتقول الله يحسن العوان. حنا واخا منين كتجي الامور هكا حنا قال لك اللي ضربته يده ما يبكي. من كتشوف راسك انت يا من راسك ما انت ما شريتيش لولادك شي حاجه مزيانه باش غتشوف الناس اللي غادي يشريو زعما غادي يشريو حتى هما مزيان لوليداتهم. الامور مختم باختصار الوقت هذا العام سبحان الله العظيم ناقصه بزاف، ناقصه اكثر من 30%. مزيودة هاد العام السلعة أوموا، راه الحاجة اللي غادي نقول لك اللي كناخدوها ب 70 درهم هاد العام دايرة 90 درهم 95 درهم 85 درهم. هذا هو الجهد، لأن علاش الثوب تزاد والخياط تا هو تزاد، العامل تا هو تزاد. بالنسبة للعامل دابا إلا خدام معاك بواحد القدر راه تا هو مثلا كيصرف واحد البركة، إلا لقى الغلا عليه واش غادي يخدم معاك؟ غادي يمشي يقلب على بلاصة أخرى فين غادي يخدم. وانت ما غادي يخفى عليك حال، راه انت يا بنت انت يا بنت الدومين شايفه الامور على عينيك. ما ملي كتكون الامور ناقصه راه ناقصه على كل شيء. بالنسبه للكورونا حنا كنا سدينا حنا 4 شهور هنايا، والعام كنا كنحلوا العام الاخر الموالي كنا كنحلوا حتى المغرب. ما حنا ما هذاك كورونا على العالم كامل ما عندنا ما نديرو، ولكن من كورونا العام اللي فات كانت الامور شي شويه، لان الناس كانت ما تقداتش. العام اللي فات كانت شي شويه الحمد لله بخير، ولكن هذا العام الله يفرج على الامه العربيه. اختي كلشي مزيوده مزيوده 20 درهم 30 درهم في البياسه مزيوده، ما يكذبش عليك كذاب. والسلعه ديال بغا ما داخلاش، كاينه بعض البودوي دابا بحال قناضر ديال السعوديه وديال الامارات وداك الشيء، مال في كيجي كنعاونوا بهم الوقت. هذا العام ما داخلينش كاع نهائيا، كلشي موقف، لان ربما تكون شي حاجه ماشي تاليه. المهم ما داخلينش هذا العام، ما داخلاش السلعه ومزيوده. اللي عنده شي حاجه راك عارفه ملي كتكون الحاجه قليله كتزاد عليها الثمن. المدخول ديالكم انتم؟ المدخول ديالنا اختي احنا قلت لك ناقصه اكثر من 30% هذا العام على الامداد ديال هذا العام على العام اللي فات، اكثر من 70% اللي ناقصه عليها، فهمتي؟ مثلا احنا عام الاول مثلا اللي كنبيع واحد المقدر، هذاك القدر اللي بعنا ناقصه تقريبا 70% على العام اللي فات. بالنسبه للناس ما كاينش اللوس، انت كتشوفي السوق كي دايره هو اليوم 28 في رمضان، شوفي الوقت كي دايره. ما كاينش بنادم اللي كيجي كياخذ من عندك بيجامه ديال 30 درهم ولا يقول لك عطيني شي بيجامه ديال 30 درهم لبنتي، ولا وكندوره ديال الرجال ديال الدراري الصغار ديال 50 هكا باش كتعيش. والحمد لله اللهم لك الحمد، الله ما كيختار حتى شي بركه، ما كتقعد. عيد مبارك سعيد، والله يجعل كل شيء مبارك ومسعود، والله يزين الايام، الله يفرج على كل واحد. بالنسبه للاعوام الاخرين كان الاقبال، هذه الاعوام الاخيره والو، مع هذا الغداء وهذه المعيشه غدات الناس ما عندهاش، واش الناس ما عندهاش، الله يحسن العوان. والناس الناس قتلهم الكرا هنايا، فهمتيني؟ ما عينهم المعيشة، ما عينهم الكرا، ما عينهم الحياة، ما عينهم الدراري. وعندهم كاين اللي عنده ثلاثة أربعة تيبغي يشريهم في هذا العيد وما عندوش، وكتلقى الأب اللي خدام الأم جالسة، الله يحسن العوان. هذا الشيء اللي كاين.